هل كانت إسرائيل تتوقع هذه الضربات يعني منذ أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وأعلنت حالة التأهب؟ هل هي بالفعل كانت تتوقع بأن هناك ضربات قادمة؟ وما الذي يشير إليه أن تستكمل اليوم حكومة الاحتلال الاستعدادات في هضبة الجولان؟ هناك دبابات تم نشرها في هضبة الجولان، هناك منظومة الباتريوت المضادة للصواريخ، كذلك منظومة القبة الحديدية. الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية هدفها الأساسي هو الجنوب اللبناني الحقيقة، وليس التواجد الإيراني داخل سوريا مع أهميته. الجنوب الإيراني هن عارفين بأن هناك في استعدادات عسكرية لدى حزب الله موجودة في الجنوب اللبناني. هذه الاستعدادات العسكرية الحقيقة استعدادات تبقى غير مفعلة وغير قادرة على مواجهة العدو الصهيوني إلا أن يحسم الموضوع السوري. موضوع السوري هن منخرطين فيه بشكل كامل بكل إمكاناتهم وقواتهم، إن كان إيران وإن كان حزب الله، لأنه هن حليفين طبيعيين للنظام السوري في المسألة السورية. فالاستعدادات من عم ياخد العدو الصهيوني من أي ارتدادات ممكن أن تحصل في الجنوب لبنان. هذه الارتدادات اليوم متأخرة جدا الحقيقة، إذا تمت لن تتم لا بالتوقيت لا بالزمان والمكان اللي حددته إسرائيل، إنما الذي تحدده طبيعة توتير الصراعات ما بين الأطراف اللي متواجدة داخل سوريا. طيب، في نقطة أخرى، هل نستطيع أن نقول بأن إسرائيل هي من دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من هذا الاتفاق النووي؟ هي تخشى من إيران، تحاول التضييق عليها بأي طريقة، تخشى أن يمتلك أي دولة أو أي طرف آخر سلاح نووي في المنطقة؟ هذا الموضوع فيه جانب من الصحة. يعني الحقيقة إسرائيل، أنا قلت أثناء حديثي إن هي المتضرر الأكبر من خلال التوسع الإيراني داخل سوريا، لذلك حاولت أن تستفيد يعني الحقيقة من قرار الرئيس الأمريكي وتوافقت مع الأمريكان في محدودية الضربة ونوعيتها. لذلك زمنيا بتلاحظ عبارة عن ساعات ما بين القرار الأمريكي وما بين الضربة اللي تمت. بهذه الساعات ومحدوديتها تم التوافق ما بين الأمريكان والروس على الإبلاغ وعلى التنفيذ. من هون منقول أن إسرائيل ممكن فعلا أن تكون هي التي شاركت في دفع الرئيس الأمريكي على اتخاذ هذا القرار حتى تعطي الرسالة للإيرانيين، تعطى الرسالة للإيرانيين من خلال إسرائيل وليس من خلال أمريكا كمواجهة مباشرة.